الكذب موجود منذ بداية الخليقة، لكن مصطلح الأخبار الكاذبة على وجه الخصوص برز مؤخراً مع سيطرة السوشيال ميديا على حياتنا، وما صحب هذا من سهولة تداول الأخبار وسرعة انتشارها. الأمر كبير وخطير، ولهذا عرضت قناة الشروق الجزائرية تقريراً عنه انتشر بشكل واسع بعد تعليق الرئيس الجزائري بنفسه. ربما لم يعتد الجزائريون على أن يعلق رئيس الجمهورية على تويتر على ما يعرض على شاشات التلفزيون، إلا أن التقرير يبدو أنه فتح شهية الرئيس عبد المجيد تبون ليفرض له تغريدة على حسابه. تغريدة الرئيس لم تلقى تفاعلاً كبيراً فحسب، بل وفتحت نقاشاً بين المغردين حول الأخبار الكاذبة بشكل عام. ما رأيكم لو تصفحنا بعض التعليقات على تغريدة الرئيس عبد المجيد تبون؟ لطالما تحدثنا في شعر عن الأخبار الكاذبة وخطورة انتشارها، ودائما ما نذكر أنفسنا وإياكم مشاهدين بضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل إعادة نشرها، لعلنا نستطيع أن نحد من انتشار الأخبار الكاذبة. فكيف نفعل هذا؟ التقرير التالي سيخبرنا.